بالنسبة للشيء الحاصل والجوطة الحاصلة في الجرائد تعليقنا عليها في كلمة واحدة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن يا غلام؟ وفي رواية: يا غليم. قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، واعلم أن في صبرك على ما تلاقي خيرا كثيرا. هذه رواية الإمام أحمد المسند. وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا ردنا على الصوفية وعباد القبور والصحفيين ودجال الفتحاب وكثير من الحزبيين، لأنه بعضهم قالوا: والله يا أخي في النهاية نحن ما بننصر الصوفية على هؤلاء. قالوا: صح، ديل أعدائنا لكن أقل من الصوفية، وديل غالب من الأتباع بتاعنا الحزبيين، عن الحزبيين الصغار. وأما بعض الكبار الذين تكلموا عند الحزبيين، الكبار عند الحزبيين كدجال الفتحاب وأمثاله، ديل نقول لهم: أبشروا بما يسوءكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن النصر مع الصبر. زول ما صبور ما بينتصر، ولا نصر بغير صبر، ولا نصر مع العجلة. أنا بخلي الناس كلها تتكلم، جرائد تكتب، في نسوان كمان دخلا، صحفيات ما عندهم شغلة قاعدين يكتبوا، وفي واحد وإخوان مسلمين كتار بيكتبوا، والصوفي برضو المتولي كبر الفتنة والكذب يسرح ويمرح، وكل يوم جايب له بدلة جديدة. أصبر، النصر مع الصبر. أنا بخليهم كلهم يرموا الأسلحة بتاعتهم ويفكوا الزخيرة لحد ما تكمل، وبنجمع الفاضي ونجمع المعلومات وبنجمع الحاصل. انتهيتوا؟ حينتهوا ولا ما حينتهوا؟ اليوم تنتهوا إن شاء الله، بتتنجموا كله. أصبروا خلاص. أعلم أن النصر مع شنو يا جماعة؟ مع الصبر. دار أرد على شبهة، وده الموضوع الثاني دار أختم به. ونحن دائما يا جماعة نستفيد من الكلام ده، كله فائدة لنا، إنه الدعوة انتشرت، صحيح ولا ما صحيح؟ ليه جماعة ديل ما عادوا فريق الموردة؟ لأنه ما في حاجة. ليه ما عادوا فنان معين ولا لاعب معين، ولا حتى من أهل الجماعات اللي بيصفوها إسلامية وما إسلامية؟ دي جماعات باطلة، ما بنقول كافرة لكن باطلة مبتدعة، والإسلام لا يقر الباطل، عشان كده ما بنسميها زيهم إسلامية. لكن الجماعات اللي هم أهل البدع بيسموها إسلامية دي، خلاص؟ فدي كلها ليه ما تكلموا عنها؟ لأن الهجمة ليه ما ضدها؟ ليه ضد إخواننا وضد دعوة التوحيد؟ لأنه دي الآن أقوى دعوة بشهادة الأعداء، ودي شهادة من الأعداء، هم ما عارفين بالإشاعات دي. والله الناس اللي نشروا الدعوة نشر، أنا ذاته محتار احتيار عجيب. في ناس ما كانوا حتى اليوتيوب اللي انتشر والمقاطع إخواننا وحلقات التوحيد والمناظرات والخطب بتاعت إخواننا إلى آخره اللي انتشرت، لسه في ناس ما كانوا سامعنا، لكن ده اللي نشروها زيادة. ودائما يا جماعة الإشاعات في دعوة الحق منذ بدايتها، راجعوا سير الأنبياء كله،
الإشاعات دي هي بتكون سبب في نشر الحق، صحيح ولا ما صحيح؟ السيرة عندكم وافرة وزاخرة بالأدلة على ذلك. في واحد جانا من السعودية، أخونا سوداني مقيم في السعودية سنين طويلة، وكان عنده علاقة بالحزبيين ديل، خلاص بالذات جماعة الدكتور خالد وغيره، جناح إحياء التراث. المهم فقام واحد ولد شيخ من مشايخ الحزبيين الكبار عند الحزبيين، دق له تلفون في السعودية، هو ذاته بيحكي لي الزول ده، ذاته أخونا ده جاء من السعودية يزور أخواننا، وقال لي أنتوا عارفيني عرفت الحق كيف؟ قلت له والله ما عارف. قال لي بإشاعة. قلت له كيف؟ قام حكى لي القصة دي. قال لي دق لي واحد ولد شيخ كبير من مشايخ الحزبيين وذكر لي اسمه، وقال لي في ناس شباب ظهروا في السودان جداد، فلان وفلان 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 وعلان وعلان، ما تسمع لهم. قال لي أنا ما بعرفكم ذاته. قال لي أول ما قال لي الأسماء قمت سجلتها في ورقة، ما بالتلفون، ده هنا في السودان البليد ده الحزبي، وداك أخونا ذاك بهناك. قال لي سجلتها في ورقة، أنا قاعد في المكتب كتبتها في ورقة، فلان وفلان وفلان لا يسمع لهم. قال لي جبت الكمبيوتر ودخلت النت، فتشت عن فلان وفلان وفلان وعلان. قال لي بسمع شهر الليل والنهار، شهر كامل. بعد الشهر قال ضربت للحزب ده، قلت له تبين لي أنكم مبتدع وقبلت الخطأ. ركب جا من هناك جاي يزورنا. فده الغايظ الجرائد. أنت قال الغايظ شنو؟ الغايظ من الدعوة دي دكت حصون أي مبتدع لافي في الوطن. بفضل الله ما بحولنا ولا بقوتنا، ودي قوة السنة يا جماعة. عشان كده حذيفة بن اليمان قال شنو؟ قال واعلم أن على الحق نورا. حق ده قوي ما بي إنسان بيقدر يغلب، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الإمام البغوي قال في الآية دي كلام عجيب مرة واحدة، قال تأمل قوله تعالى فيدمغه. قال البغوي رحمه الله وأصل الدمغ الشج في الرأس حتى يظهر الدماغ. شوف الحق ده قوي وبيسوي شنو؟ فيدمغه الحق فيدمغه. وهناك في الآية الأخرى ربنا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال البغوي وتأمل قوله تعالى كيف وصف الباطل بأنه مثل من الأمثال وسمى الحق حقا ولا يأتونك بمثل بالباطل. مثل ما نافع زي أمثال الحبوبات. وقال إلا جئناك بشنو؟ بالحق. فالنازل ما بحاربونا نحن يا جماعة، النازل بحاربوا الله، الإسلام بحاربوا دعوة الله. هل بيقدروا يغلبوا الله؟ أي بس الشغلة دايرة صبر منكم انتوا، دي وصيتي لكم. واعلم أن النصر مع الصبر، ما تستعجل. قالوا ليك كافر كويس، مشرك مرتد ما في مشكلة، وهابي خامسي ما في مشكلة، أصبروا بس أصبروا. ها نعم ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء. طيب خلونا من ده بالجنب بجاي. ها كيف؟ اها امبارح مشينا وهناك. المهم عندنا اخونا اسمه ابو عامر، هو سافر معانا بيحكي لي انا اوريك الدعوه دي غاظت الناس بهذه الطريقه. رفع لي الطاقيه قال لي شايف انا حلقتك. قال لي الحلاق هنا في السودان في الخرطوم. قال لي بيحلق لي اول ما وصل نص الراس شميت ريحته لقيته سكران. قال قلت اخليه يكمل الراس بعدين اسال. المهم كمل. قال بعد ما كمل سالته قلت له انت سكران؟ قال لي ايوه. شارب شنو؟ قال مريسه. ده الحلاق. قال قمت سالته قلت له يا اخي رايك شنو في اللي بيعملوا فيه الصوفيه ده؟ قال لي شفت خمرتي دي اخير من الصوفيه. فالدعوة دي دخلت جوا بيت الخمرة ذاته، جوا الحلة ذاته، عرفتها؟ فده الغايظ من نازل. انت قال الغايظ من شنو؟
يا جماعه قنوات اس 24 دي عملوه بكم مليار؟ اسالك بالله، عشرات المليارات. تقال قناه فضائيه عالميه دي شيء سهل؟ شيء صعب. ما زي قناتنا في اليوتيوب مجان ب10 جنيه رصيد، يرفع 10 مقاطع العالم كله يستحضر. 10 جنيه 10 جنيه سوداني بالسودان، تشربك اثنين بيبسي كولا بس، ثاني ما بتعمل لك اي حاجه. دي بفضل الله غلغلت الدنيا كلها، اخوان مسلمين اتغلغلوا بجميع الطوائف بتاعت الاخوان المسلمين، سروريه، جناح عبد الحي، ما بعرفه جناح الحبر، جناح مين، عبد الله عبد الماجد، غيره، صوفيه بجناح تجانيه تربيه وغير مربيين، سمانيه باجنحتهم، قادريه غيرهم ب10 جنيه 10 جنيه اخونا جزاه الله خير بيعملها في الله في الشريحة بتاعت الكونكت دي، أو 100 جنيه وغيرها، يرفع هوب العالم كله يستحضر إلا من رحم الله. غنوات يعملوها بمليارات، وظهروا شباب خطيرين جدا. جابوا محمد مصطفى الياغوتي الصوفي، ده كان وزير زمان، الله شاله بفضل الله عز وجل، نزله تحت، الآن بقى يكورك زي الصحاف ده زمان ده. المهم بقى يكورك، جابوه في برنامج في الغنى دي ذات، قال انا الان اشعر بالخطر. المذيع قال لي ليه؟ قال الدعوه بتاعت السلفيين دي انتشرت، اي سوق قال موقف تركب المواصلات تلقاهم شغالين، اليوتيوب شغالين، التليجرام شغالين. قال بينبذوا في المشايخ ويشتموا في الاولياء، هاي بنشتم في اولياء الشيطان بما يستحقون من التنقيص من شانهم وانزالهم في مكانهم الذي يستحقونه. فالمذيع قال لي يعني بتشعر بالخطر؟ طبعا الاعلاميين ذاتهم مرات فيهم ناس مستهبلين، قال نعم بشعر بالخطر. فده السبب بس، دي الخلاصه، وده تعليق بسيط. زي ناس الجرايد بيجيبوا عنوان كبير والموضوع يقول لك السبت الجاي وكده، ده برضه عنوان كبير، الموضوع جاي، موضوع جاي، بس خلي الكلام بتاعهم ده ينتهي. اول ما ينتهي نحن يا دوب بنبدا باذن الله عز وجل. ووصي اخواننا، طالما دعوتنا دي حرقت اهل الباطل، عرفتوا كلامي؟ لابد تزيد الجرعه. ما هي الدعوه دي؟ ده دليل انه مشت. يا جماعه زول اديته صوت، لو ما قال آه، انت بتعرف الصوت حار ولا ما حار؟ طيب الناس كلهم قالوا اوه كرك، معناته الدعوه دي قويه، لكن نحتاج الى شنو يا جماعه؟ الى اقوى. اللي بيعمل نصيحتين في المسجد جنبه في البرعي اعملهم 10، دور طوالي، عرفت كلامي؟ ودي الدعوه. ليه؟ لانه ورقه ابن نوفل، انا الموضوع الثاني ذاته خليته، قلت اجاوب لكم عن شبهه من شبهات الصوفيه، انا خليها المره الجايه. ورقه ابن نوفل قال للنبي عليه الصلاه والسلام: يا ليتني كنت فيها جذعا اذ يخرجك قومك. قال: او مخرجيهم؟ قال: نعم، لم ياتي احد بمثل ما جئت به. مثل دي، مثل دي انتبه لها، بمثل ما جئت به يا رسول الله، يعني دعوة الحق زي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يأتي أحد بمثلي، لأنه في دعوات الآن كثيرة، أخوة مسلمين، حزبيين، أنصار سنة بأجنحتهم الكثيرة وغيره، دعوات كثيرة. ما معادلنا الناس دول حيدة يجي الناس يسلموا عليه ويبوسوا له راسه، كلهم صوفية تجانية، وحتى القلابس حجاب، وشيخنا عبد الحي محمد الأمين إسماعيل شيخنا، لأنه ده ما مثل ما أتى به رسول الله، دعوتهم ما مثل ما جاء به رسول الله. عشان كده ورقة قال له: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. أبدا، دعوة الحق دي لازم تلقى عداء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بس أخلصوا النية يا جماعة، وادعوا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرحلة امبارح كان لي منطقة تنقاسي ديار الشاقية، ومشينا للرد لأكبر رجل في جمعية الكتاب والسنة في الشمالية، اسمه قال شيخ هاشم بن عوف، وهو عضو مجلس الشورى بجمعية الكتاب والسنة الحزبية ورأس لهذه الجمعية الحزبية مع الحبوب.
قاعد هناك بيعلم في الشباب في التكفير، عضو مجلس الشورى في جمعية الكتاب والسنة، بيعلم الناس هناك في التكفير. شباب واحدين طلعوا كفروا أمهم وأبوهم، فأخواننا مشوا المسجد بتاعه عملوا نصيحة أخونا شيخ آدم جزاه الله خير، فطوال الرجل ده قال مشى جاب الكتاب ده الزول ده ذاته الجمعية ده، وجاي يرد قال على شيخ آدم. بعد ذاك نحن كنا في البيت لابدين هناك، سمعنا بالميكروفون فجينا دخلنا المسجد لبدنا ورا العمود، أول ما قرب انتهي كلامه ظهرنا له بفضل الله عز وجل. فقلت له خدينا معاك فرصة، قال فضل آخر فتوى بس أختم بيها، قلنا له خلاص كويس. فالرجل سرح يتكلم قريب ساعة هو يدينا فرصة، قلت له أنت قلت فتوى واحدة ودقائق 10 دقائق المهم جاي مرغم عدانا فرصة، اتكلمنا بفضل الله عز وجل زي 4 دقائق إلى 6 دقائق. فالرجل قام استحضر وقفل الميكروفون وقال اطلعوا برا من الجامع بتاعي. طلعنا مشينا، الرجل جاي فتاوى للعلماء كلها رد عليه، والله ما جاء فتوى تخدم كلامه والباطل بتاعه، كلها رد عليه. وده مما يدلك على انه الحزبيين ديل فشلوا وانتهوا، فشلوا فشل ذريع يا جماعة. شيخ مقبل قال أنصار السنة في السودان بدأت دعوة عظيمة لم يكن لها نظير في أولها، قال لكن ضلت بعد ما دخل عليها عبد الرحمن عبد الخالق بديناره وترأسها محمد هاشم الهدية. محمد هاشم الهدية قال أنا قال والله أنا بحب البرعي خلاص. المهم قال والسبب في ذلك اثنان، الأول عدم اهتمامهم بالعلم، الثاني عدم اهتمامهم بالتربية. زور رئيس من رؤساء جمعية الكتاب والسنة ما عارف شيء عن التكفير، بل ضال فاهم فهم التكفيرين، يضل البو طلبة 4 5 دقائق ما قدر يتحملها، وأنا ناقشته من الكتاب الشايب من كتابه الجابه ولا نحن ذاتنا ما جبنا كتبنا بس من كتابه ده. فكورك وقفل الميكروفون وضاري ضارب، والحمد لله الحلة كلها والخلوة بتاعته ذات الشباب كلهم عرفوا الحق بفضل الله عز وجل. فهذه دي نتيجة بتاعت تربية الحزبيين، تربية بتاعت أناشيد وأناشيد جهادية، وتربية بتاعت مؤتمرات واجتماعات حزبية، وتربية بتاعت قروش وما عندهم علم ولملمة وخمخمة. البرعي والله أنا بحبه، الصوفية علمونا حب الرسول، الصوفية مشايخنا الأفاضل، دي تربية الحزبيين، تربية الباطلة. نحن نستفيد من أخطائهم دي يا جماعة ما نقع فيها، نهتم بالتربية على العلم الشرعي الصحيح، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، ونربي أنفسنا ونربي أبناءنا وزوجاتنا وأولادنا وجميع المجتمع على العلم الصحيح ابتداء بالعقيدة والتوحيد. ما ننصرف عن الكلام عن العقيدة والتوحيد بأي شيء آخر إلا إذا كان تبعا له. فالأصل والأساس لهذا الدين ولهذا الإسلام التوحيد يا جماعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما في نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل عادوه قوموا إلا لأنه دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك، فما عادوا الأنبياء في قيام الليل، ولا عادوا الأنبياء في صلة الأرحام، ولا في وصل الجيران، ولا غيرها من الأعمال التي هي من الإسلام، ولكنها ليست أساساً له. الأساس هو التوحيد والدعوة إليه. العداء كان هنا، كل العداء، وأديكم دليل أختم به واضح، واحفظوه وفهموه واعملوا به وادعوا الناس له. خديجة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ده أول ما نبي، قالت لو كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدار إلى آخر ما قالت بالروايات الموجودة. الأعمال لكل من الدين،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كان بيعملها قبل ما يبقى نبي ذاته. هل عادوا الوقت ذاك لما كان بيعمل الأعمال دي؟ وهي الإسلام أقراها، صلة الأرحام والأمانة والصدق كلها أقرها الإسلام. ما عادوا لما كان يتصف بهذه الصفات، لكن أول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا لو تبا لك ألهذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى العداء ما حصل في هذه الأعمال التي هي من الدين. عشان كده الليلة الحزبيين ناس العدسي ومين ما بعرف وهواري و من المبتدع والضلال، دعوتهم كلها وين؟ ما في التوحيد، دعوتهم في دي الصدق والأمانة. وتلقى ماسك كتاب قدر ده يعلمه للناس ويكلمه، أها وغال فلان ولا بد أن تفعل كذا ولا بد أن، ده من الدين يا جماعة. لكن زي ما قال الإمام النجمي لم يحفظ من كلام ابن القيم وابن تيمية إلا الرقائق، إلا الرقائق، ما تكلموا من كلامهم في العقيدة. ابن تيمية ده عاد الصوفية لليلة بنبيزوا فيه وبيكفروا فيه، ليه؟ ليه كلامه في العقيدة يا جماعة، ما كلامه في فضائل الأعمال. عنده كلام في جميع مناحي الدين، لكن ما عادوا في أي حاجة في الدين إلا في حاجة واحدة، اللي هي شنو؟ العقيدة. لأنه ده الأهم، وده لو يصلح العقيدة، لو يصلحت بقليل من الدعوة في باقي الأعمال وفضائل الأعمال يستجيب الناس في فضائل الأعمال. لكن 200 لما العقيدة شنو؟ تصلح. أنا دار الفهم ده يجي لأي زول داعية من إخواننا وأي زول شاب من إخواننا وشبابنا، إنه المحك والمشكلة والعداء لا يكون ولن يكون إلا في العقيدة، هنا في العقيدة يا جماعة، لأنه موضوع حار. زول بيعبد له في شيخ 45 سنة في واد بدر، تجي أنت واد الليلة تيجي تقول له يا أخي الله براءة وبينفع؟ واد بدر ما بينفع ولا نافع ذاته؟ ده الموضوع اللي فيه المشاكل. مشينا منطقة هنا شرق 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 النيل، موجودة المقاطع في النت، والله ما جبنا اسم البرعي لأنه المنطقة محاطة بالقباب كإحاطة السوار بالمعصم، كلها محاطة بالقباب، قباب محاطة من برا بجميع الاتجاهات ومن جوا ذاته قباب قدر ما تعاين. القباب حسب تقديري أكثر من المساجد عنده، وهي منطقة المحامي ذاته الفاتح فينا بلاغ، افتح هناك نحن بنفتح بغادي. المهم مشينا جوا المنطقه بتاعته، اتكلمنا في بيت بتاع واحد سلفي، لاحظ الكلام ده ما في جامع بتاع صوفيه، بيت بتاع واحد سلفي بدون ميكروفون زي وناس قاعدين. قلنا يا غير الله ما في احد بينفع ولا بيضر، والناس تستغيث بالله ما تستغيث بالميتين، ودعاء غير الله شرك. كلام ده عام ولا ما عام؟ كتمت اول حاجه جاتني ترابيزه، اول اخونا عبد الله تقلي طار فوق صباها في الجو لحد ما صباح تفكر، واحد جاب عكاز والشغله جاطت. طلعنا مشينا درء المفسده، الشيوخ الخلفاء جحاوطوا البيت كله، ابى يفكوا الحصار عن البيت. قلنا لهم شنو؟ لو دعيناهم كان لها الرقائق او فضائل العمل، وهي من الدين احنا ما بننكرها يا جماعه، لكن بيقول المشكله وين؟ المشكلة في العقيدة يا ناس، ده موضوعنا بس. طيب فلو دعيناهم في غير التوحيد كان هذولنا شباشب وجلاليب، أنا بعرفهم الصوفية، لو اتكلمت في غير التوحيد ما ناس شياطين بحمسوك وحمسوا الحزبين، صار السنة بتاع غشوم، والله أنتم ما بتشبهوا ديك يا أحمد أمين إسماعيل، أنت كلامك حلو وما زي كلام الشباب ديك. ليه؟ لأنه ما بيهبش العقيدة. فهمتوا الحتة دي؟ ايوه، في مسجد، اكبر مسجد واكبر داعم فيما نعلم سوداني داعم للحزبيين بالقروش حقته، المسجد بتاعه ذاته، الحزبيين بيجوا يتبطحوا هناك، مين بشرى مين ما بعرفه مين عدسي مين بتاع قاعدين هناك خلاص، ومرتبين في ذلك المسجد، ما سخانه زي حقتكم دي خلاص قاعدين. منعوا اخواننا من دعوه التوحيد، صانوا مركز الشرطه جوا الجامع ب 40 مليون قالوا،
ولا 35 في رواية. المهم صانوه وجابوا عساكر، قال له بس الجماعة ديل منو ديل؟ دعاة التوحيد، ما يخشوا الجامعة دي يتكلم، تخش دار تصلي ساي زي بشغلت الكورة، ناس الكورة بقول لك ما أنتم ما مشكلة، اللاعب الخطير بيغطونا فريد، فأخواننا ده لي داعي التوحيد يمشي الجامع ده، عسكري جاي وبجاي شنو يا جماعة؟ أنا ببيع بانجو؟ عندي مخدرات؟ أي داعي يمشي من أخواننا طوال العساكر يضربوا لهم يجوا، حتى لو يتأخروا ينادوهم يجوا، وتلفونات بيشوفهم بعينك، الإمام رفع التلفون، المداق المؤذن تلفون، واحد اسمه مين ابن الضرات صاحب الأمجاد تلفون، عرفت كلامي؟ تلفونات، لأنه في داعي التوحيد واحد دار يصلي ركعتين نافلة جوا الجامع. أها عساكر دعاة التوحيد، شوف شوف المعادلة دي بالعكس كيف، وجابوا صوفي داعية شرك وكفر، عجبك عجبك ما عجبك افتح بلاغ بالشرطة، عرفت كلامي؟ داعية شرك أنا بعرفه، ولاقينا في الدنب وهنا ساكن الكلاك لمجرم كبير، داعية شرك زي ناس اللي غيرك وجماعة المعاودة، عرفتها؟ داعية شرك كبير جدا، جابوه قال عمل لهم درس ثابت للحزبيين كل خميس بعد المغرب بدرسهم، قال مصطلح الحديث صوفي صوفي ها صوفي يعرف شيء عن الحديث، صوفي لا يعرف الله، يعرف حديث كيف؟ وقال المرغني من أعظم قال العلماء الشرح البيغونية، المرغني ما بيعرف الله، المرغني قال أنا شيخ الحيدروس قال هو البنى السماء ما الله، قال ما قال، قال ولا ما قال؟ ها دون دون الأبيات، أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، زول ما عارف الله يدرس مصطلح الحديث كيف يعني؟ لكن بيدرس الحزبيين، أنت كحزب أنصار سنة تجيب الكتاب بتاعك والصوفي يدرسك، قال المرغني بالله عليك الله أقف عشان نكتب، تكتب يا ناس دي الدعوة الحزبية ودي خلاصتها، والحمد لله الدعوة دي انطلقت حتى علماء الحزبيين، وعلماء دل ما عندنا عندهم هم نصبوهم، علماء الحزبيين الآن انتهوا في الساحة الحمد لله، ما عندهم تلميذ واحد يحمل راية التوحيد في هذه البلاد أو غيرها فيما نعلم بفضل الله عز وجل، دي الدعوة اللي انطلقت في موقف الجيلي حلقة يوم الاثنين، في موقف سوق ستة التعويضات حلقة الأحد وشنو حسين والخميس، السوق المركزي الخرطوم السبت والثلاث، الجمعة هنا مع محي الدين والمعهد شغال، حمد النيل يوم شنو الجمعة، خليفة سوق ليبيا شغالة، ومبدة كبري الحلفاية شغالة كل جمعة بعد العشاء بفضل الله عز وجل مع الشيخ أحمد البدوي وأخونا ابن تيمية وفقهم الله، فالدعوة ماشية، أخلصوا وتعلموا وادعوا واصبروا، دي بداية الأذى، أنتوا لسه ما تأذيتوا لسه في أذى كثير جاي، أخونا ذاك الصوفية ضربوا مرته في بطنه حامل 8 شهور سقط الجنة، عيد الجرائد ما جابته ليه؟ 20 صوفي ضربوا مرة سلفية والحجار لحد ما جنى حمل 8 شهور وقع، الجرائد ليه ما جابت الكلام ده؟ ليه ما قالت متطرفون صوفيون يعتدون على امرأة سلفية؟ ليه؟ عشان يوريك انه ده سفه من هؤلاء، وبفضل الله نحن قاعدين اليوم بننجمهم نجام باذن الله عز وجل، بس اصبر جزاكم الله خير بارك الله فيكم اجمعين.